السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم في ماهية التقييم والرقابة على أداء المشروع الصغير. نبدأ مع الوقوف على نتائج أداء المشروع ومعرفة مدى قدرته على تحقيق أهدافه. هي تعتبر من الأمور المهمة التي تحظى باهتمام كل من إدارة المشروع والجهات ذات العلاقة كالممولين والموردين والزبائن. فالوقوف على أداء المشروع معناه معرفة المنافع الحقيقية له التي لا يمكن اكتشافها ومعرفتها إلا بدراسة أداء المشروع. إذن لابد من الوقوف على أداء المشروع ومعرفة مدى تقدمه ومدى تحقيقه للأهداف. المشروعات كما تعلمون تبدأ بخطة عمل ومن ثم تبدأ بعملية الإنتاج، فلابد من متابعة وتقييم لعملية الأداء وعملية الإنتاج ومدى قربنا من تحقيق الأهداف المرجوة، وهل هناك في تقدم في المشروع أم هناك تراجع أم هناك استقرار. وللتحقق من فاعلية أدائه أيضا لابد من الوقوف على أداء المشروع أيا كان نوعه أو طبيعة نشاطه. لابد من التحقق من جودة العمليات والأنشطة التي يؤديها هذا المشروع. لماذا؟ لمعرفة آفاق التحسين والتطوير في أدائه مستقبلا. فأدوات التقييم التي تخضع لها المشروعات الصغيرة هي بمثابة عملية التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف. فالتركيز على نقاط القوة من أجل تعزيزها ومن أجل تقويتها أكثر، والتركيز على نقاط الضعف من أجل تخفيف حدة آثارها وتلاشيها نهائيا إن كان يتطلب الأمر ذلك. فما المقصود بالتقييم والرقابة على أداء المشروع؟ وما الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟ وكيف تتم خطوات عملية التقييم والرقابة على الأداء؟ هذا ما سيتم تناوله في هذا الدرس على النحو الآتي. مفهوم التقييم والرقابة على الأداء. تعد عملية التقييم والرقابة على أداء المشروع من العمليات الضرورية للوقوف على الأداء الفعلي له ومعرفة مدى مطابقته للمعايير المستهدفة. إذن عملية الرقابة نريد أن نتأكد من الذي تم وضعه في الخطط هو فعلا على أرض الواقع، هو الأداء الفعلي على أرض الواقع، ومعرفة مدى مطابقته للمعايير. فقد تم وضع معايير في داخل الخطط التي تبدأ عليها عمليات الإنتاج، فنريد أن نتأكد أن ما تم التخطيط له هو فعلا ما يتم إنجازه على أرض الواقع. لذا من الأهمية بمكان تمكن مالك المشروع الصغير من مهارة التقييم والرقابة على أداء مشروعه. هذا يساعده في اتخاذ قرارات عقلانية متعلقة بممارسته أنشطته وأداء وظائفه وبما يسهم في تحقيقه الأهداف المخطط لها. وللتعرف على ذلك إليك الحالة الدراسية. إذن قبل أن نكمل هنا نتكلم عن مساعدة في عملية اتخاذ القرار بمعرفة مدى نقاط القوة ومدى نقاط الضعف. نقاط القوة لكي نعززها ونقاط الضعف لكي نتجنبها ولكي نأخذ قرارات من أجل تحسين نقاط الضعف أو تعزيز نقاط القوة. أتعلم؟ الأداء هو دالة أو محصلة لأنشطة المشروع ككل. يعني أداء المشروع حجم الإنتاج مثلا لا يكفي أن نقول هي دائرة الإنتاج هي التي أنتجت، ولكن بمجموع القوى العاملة والأنشطة والأقسام في داخل المشروع هي التي تحقق أهداف المشروع. إلى حالة دراسية واحد، كيف السبيل لإنقاذ مشروعي؟ مصعب شاب معاق حركيا تعرض للإصابة خلال انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، وبالرغم من إعاقته فقد فتح محلا صغيرا لصيانة الأجهزة الإلكترونية وبيعها في مدينة بيت لحم، وعمل بهمة ونشاط غير معهودين في مشروعه حتى أصبح محط أنظار الزبائن. فقرر التوسع في مشروعه، ما زاد عدد العاملين لديه، لكنه بعد فترة أخذ يلمس بعض المظاهر السلبية في العمل كالتأخر في تسليم طلبات الزبائن، ما انعكس سلبا على منتج المشروع فانخفض حجم الأرباح. بدأ مصعب البحث عن طريق تساعده في تشخيص مشكلات مشروعه بهدف تحسين أدائه، فوقف وقفة تأمل مع ذاته طارحا على نفسه مجموعة من التساؤلات. ما الذي يحدث في مشروعي؟ لماذا ينخفض الأداء فيه؟ كيف أقيم وأراقب أداء مشروعي؟
لقد تبادرت إلى مصعب فكرة الاطلاع على مشكلات مشابهة لمشاكل مشروعه من خلال البحث عبر محركات البحث الإلكتروني، حتى اهتدى إلى وجود دورة متخصصة في التقييم والرقابة على أداء المشروعات الصغيرة، فالتحق بها على الفور مطبقا ما تعلمه في مشروع على مشروعه من مفاهيم ومهارات، فظهرت بوادر التحسن على أداء المشروع. بعد قراءة الحالة الدراسية، السؤال الأول: ما المشاكل التي يعاني منها مشروع مصعب وما ظاهر ذلك؟ المشكلة الرئيسة تتمثل في انخفاض أعمال التقييم والرقابة على أداء المشروع، ومظاهر ذلك التأخر في تسليم طلبات الزبائن. أما المشاكل الفرعية فهي انخفاض في جودة المنتج وانخفاض في حجم الأرباح. إذن عندنا مشكلة التأخر في تسليم الطلبات، وعندنا مشكلة في الجودة وانخفاض في حجم الأرباح. هل مشروع مصعب بحاجة لنظام تقييم ورقابة؟ ومتى تظهر هذه الحاجة؟ نعم بحاجة، فكل المشروعات تحتاج إلى عمليات التقييم والرقابة، وكما يقال في المثل: المال السائب يعلم السرقة، أي المال الذي لا يوجد عليه رقابة ولا محاسبة ولا متابعة يشجع أضعاف النفوس على سرقته. فالحاجة إلى وجود نظام رقابي في المشروع تبدأ من بداية عمل المشروع، وهي حاجة استباقية. تبدأ الرقابة قبل بدء عملية الإنتاج للتأكد من أن المواد الخام جاهزة للاستخدام، الآلات، الموارد، العمال وما شابه ذلك، فهناك رقابة قبل بدء العمل. وتزداد هذه الحاجة مع التوسع في أنشطة المشروع. كلما توسعنا أكثر في المشروع كلما زادت الحاجة الماسة لتحقيق عمليات الرقابة، علما أن التقييم للأداء والرقابة عليه عمليتان مستمرتان مصاحبتان لتدفق الأنشطة أي مشروع يسعى إلى المنافسة والنجاح والاستمرار في السوق. إذن عملية التقييم والرقابة هي عملية متزامنة، هي ليس فقط هنا نتكلم عن رقابة فقط، إنما لابد أن نقيم، وبناء على هذا التقييم نعزز نقاط القوة ونتجنب نقاط الضعف عبر اتخاذ قرارات سليمة. الآن إلى السؤال الثالث: كيف اهتدى مصعب إلى بدايات الحل لمشكلة مشروعه؟ بداية وقف وقف التأمل مع ذاته، طارحا على نفسه مجموعة من الأسئلة: ما الذي يحدث في مشروعي؟ لماذا ينخفض الأداء فيه؟ على ماذا استندت في حكمي على انخفاض أداء مشروعي؟ وكيف أقيم وأراقب على أداء مشروعي؟ اطلع على مشكلات مشابهة لمشكلات مشروعه عبر محركات البحث الإلكترونية، واهتدى لدورة متخصصة في التقييم والرقابة على أداء المشروعات الصغيرة، والتحق بها مطبقا ما تدرب عليه، فظهرت بوادر التحسن في أداء المشروع. إذن طرح على نفسه مجموعة من الأسئلة، اطلع على مشكلات مشابهة، واهتدى لدورة متخصصة في التقييم والرقابة. السؤال الرابع: رأيك هل متطلبات التقييم والرقابة على أداء المشروع الفردي تختلف عن غيره من المشروعات؟ كل المشروعات سواء فردية أو شركات كبيرة الحجم أو صغيرة وبأنواعها المختلفة تتطلب نظام للتقييم والرقابة على أداء المشروع، ولكن مع زيادة حجم المشروعات وتوسعها يقتضي الأمر وجود نظام رقابي أكبر وأكثر شمولا. إذن جميع المؤسسات والمشروعات والأعمال تحتاج إلى نظام تقييم ونظام للرقابة. لماذا؟ لكي نتأكد من تحقيق الأهداف التي تم رسمها عبر الخطط، فالخطط تم رسمها لكي يتم تنفيذها على أرض الواقع، فكيف نتأكد أن ما تم التخطيط له هو فعلا ما يتم تنفيذه على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرسومة؟ ما سبق أن الحاجة إلى وجود نظام رقابي في المشروع تبدأ من بداية عمله وتزداد مع توسع أنشطته، وبالتالي كبر حجم المشروع ما يقتضي وجود نظام رقابي أكثر شمولا وفعالية. إذن لابد من وجود نظام رقابي شامل في داخل أي مؤسسة وأي منظمة أعمال تبدأ من بداية العمل، ويزداد هذا النظام التقييمي والرقابي مع كبر المشروع وتوسعه. فلذلك لابد من نظام رقابي شامل وفاعل، فتقييم الأداء والرقابة هي عمليتان مستمرتان مصاحبتان لتدفق أنشطة المشروع، غير أن الكثير من الأفراد لا يفرقون بين تقييم أداء المشروع والرقابة عليه. التقييم هو عملية جزئية من عملية الرقابة على الأداء وأداة من أدواتها. إذن العلاقة بين التقييم والرقابة: التقييم هو جزء من عملية الرقابة، فتعرف عملية التقييم والرقابة بأنها
مجموعة الأنشطة الهادفة إلى تحديد معايير واضحة للأداء وقياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير أو الخطط الموضوعة لمعرفة الانحرافات وأسبابها واتخاذ الإجراء التصحيح المناسب إن اقتضت الضرورة، وهذا ما سنوضحه في الفيديوهات القادمة في تكملة شرح هذا الدرس. نشكركم على كرم المتابعة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.